ما هلا فرح رح نبلش اولى محطاتنا، ويمكن في كثير من السيدات بتسال يا ترى شو سبب بكاء طفلي المستمر، وهل ممكن يكون شخصيته او ممكن يكون طبع عنده. كثير اسئله انه ممكن اي كلمه تتوجه للطفل هو يبكي. اكيد سلمى، الاسباب ممكن نحن نحسها بسيطه لكن بالواقع هي كثير بتاثر بالطفل. بما ان عم نحكي سلمى عن الاطفال، ممكن احيانا يخونهم التعبير، ممكن احيانا ما يوصل لنا الفكره يلي مضايقه الطفل، وممكن كمان تكون شخصيه الطفل كثير مميزه، ممكن تكون شخصيته كثير حساسه، ولازم نكون انتقائيين باختيار المفردات والكلمات، وله طريقه خاصه بالتعامل. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل وكيف بنقدر نتعامل مع الطفل الحساس. هذا الموضوع رح نحكي عنه بالتفصيل مع الاستاذ محمود الخالد، مدرب متخصص في الصحة النفسية للطفل. صباح الخير. صباح الخير. كيفك؟ صباحكم تمام، ماشي الحال الحمد لله. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني موضوعنا اليوم رح نحكي فيه أكثر عن الطفل الحساس. خلينا نبلش هيك نعرف الناس، كيف أنا بعرف أنه ردة فعل الطفل هي بتدل أنه هو طفل حساس؟ هلأ فيه كتير تفاصيل بتدل على أنه ابننا أو طفلنا هو حساس. في عنا بعض الميزات الإيجابية اللي تدل على أنه هو حساس، وفي عنا بعض الميزات السلبية اللي تدل على أنه هو حساس. يعني فخلينا نفصلهم. يعني هلأ الطفل الحساس في عنا ميزة كثير مهمة، هو خجول. بنلاقيه قدر المستطاع أي حدا ممكن يعني يحكي معه أو أي يقرب ناحه أو يحكي يسايره بموضوع، فهو حيساير، هو ما حيحكي، هو ما حياخذ ويعطي معه لأنه هو بطبيعته خجول. في عنا صفات تانية للطفل الحساس، ممكن نلاقيه شوي يميل إلى الانعزالية. يعني خلينا نقول الطفل الحساس غالباً ما بيكون عنده الجرأة ليفوت ويخوض ويقعد مع أقرانه أو أهله أو أي تفاصيل، فخلينا نقول ممكن يكون انعزالي شوي. هلأ بالإضافة لبعض الميزات الإيجابية للطفل الحساس، ممكن يكون هو دقيق التركيز، بيدقق على كثير تفاصيل. حنلاقيه هو محب، يعني ممكن إذا لقينا في حيوانات حنلاقيه بيلعب مع هاي الحيوانات، بيحاول يقرب ناحها. حنلاقيه ودود مع يعني مع أهله، لأنه هو أصلاً يعني ما بدنا نقول بيخاف، لا بس بدنا نقول يعني أنه هو يعني شو ما بيطلبوا منه بيلبي. ممكن إذا يعني بعض التفاصيل أي كلمة ممكن تنحكى قدامه فهي ممكن تزعله، فممكن نقول أنه هو يعني ردة فعله ممكن تكون سريعة لأي شيء، لأي حدث ممكن يصير قدامه. إن كان إيجابي فهو ممكن يفرح وينط فيه كتير لأنه حيتفاعل معه، وإذا كان محزن ممكن يخليه يبكي. فهو يعني خلينا نقول انفعالي، خلينا نسميه شوي. يعني دائما السؤال استاذ محمود انه احنا كيف بنفرق بين الطفل المدلل كثير يلي ممكن يكون في صفات مشتركه بينه وبين الطفل الحساس، شو نقاط الاشتراك اذا بدنا نقول، شو نقاط الاختلاف بين النوعين من الاطفال؟ هلا الدلال هو بالضروره رح يعمل منه رح يعمل بالنسبه له شخصيه حساسه. نعم. فانا يعني اول سبب من اسباب تخلي طفلك حساس كويس هو الدلال الزايد. ليه؟ لانك انت ما عم تخليه يخوض ولا تجربه، انت عم تقرر عنه، انت عم تلبسه، انت عم تحممه، انت عم اي شيء عم يطلبه عم تجيب له اياه. فاول سبب من اسباب انك تخلي هذا الطفل حساس هو الدلال الزايد. يعني هاي كثير. خلينا نكمل بالاسباب معناتها ونعرف شو بقيه الاسباب اللي بتخلي طفلنا شخص حساس او طفل مدلل فرط الدلال. حقيقه هلا يعني هي اسباب كثير مهمه لازم نحن نحكي فيها. يعني هلا اولا الدلال الزايد لازم كثير ننتبه انه الاهالي لما بتدلل اولادهم مفكرين انه هذا الشيء هو منيح. لا ابدا، هذا الشيء هو بيضعف شخصيه هذا الطفل. نعم. بيخليه اتكالي وانطوائي بنفس الوقت، لانه انا يعني انا بالنسبه لي اي شيء بدي اياه ما عم اقدر، انا ما عندي حريه وما عندي استقلاليه. هلا بنفس الوقت القسوه من الاهالي لما دائما في عنف، ان كان لفظي ولا كان عنف جسدي للطفل، فانا بالنسبه لي خلص طفل انا خسرته، لا عاد اقدر، لا ما يعني ما عاد في عندي حريه بالتعبير، حريه بالتصرفات، ما عم بخليني انا اجرب
انا لا عم اقدر اجرب، لا بدي امسك ورقه وارسم عليها لاني انا خايف انا اذا رسمت على اي ورقه يضربوني او يبهدلوني، ماني قدران اني انا اطلع العب او امسك اي لعبه والعب فيها. ليه؟ لانه انا خايف انه ماما مثلا ما عاد نميز بين الصح والغلط. تماما. فانا اسباب خلينا نعددها لتكون صريحه عنا: العنف اللفظي، العنف الجسدي، الدلال الزايد، عدم منحه حريه واستقلاليه باتخاذ القرار، عدم مشاركته باتخاذ القرارات. دائما نحن يعني الطفل انه لا انا بعرف مصلحتك، لا اعمل هيك، لا سوي هيك، لا خليه، يعني نحن ما عم نخليه يجرب. لازم يكون في حوار محمود. تماما، ما في ابدا نهائيا. انا حارمه من حريه التعبير، التصرفات، اللعب، الدلال الزايد، كل هاي الاسباب هي بتؤدي لانه انا يكون طفلي حساس وثقته بنفسه ضعيف. طيب استاذ، كمان هلا مثل ما حضرتك حكيت، هي كلها اسباب خارجه عن يعني اراده الطفل نفسه، يعني فينا نقول المحيط والاهل هن السبب فيها. هل في شيء ممكن يكون بطبيعه الطفل نفسه؟ يعني في احيانا بنقول صفات هي طباع موجوده او عادات بتصير، وقد ايه صعب اذا المحيط هو السبب بهذا الموضوع انه نحن نقدر نعالج هاي الحاله؟ هلا يعني انا رح اكون صريح معك، هلا شخصيات الاطفال مثل اي شخصيه، هي شخصيه انسان. يعني في عندنا الطفل العنيد، في عندنا الطفل الحساس، في عندنا الطفل المشاغب، في عندنا الطفل الهادئ، في عندنا، هي شخصيات. ولكن هي لما تولد بتبين معنا منذ الصغر. ولكن انا بالنهايه دور الاهل هو اللي يعدل، يحسن هذا السلوك او يعدل هذا السلوك. يعني انا طفلي اليوم بيبين علي من عمر 6 شهور، من عمر 6 شهور بيبين علي انه هذا الطفل هو مشاغب، هو عنيد، هو هادي، هو عادي. كلياتنا بنقول والله الله يخلي لك يا ابنك شو هادي، وبعدين بتلاقي طرف ثاني بيقول لك الله يكون بعونك والله ابنك هيك ورش يعني كثير. هي بتبين معانا انه هو صغير، ولكن دور الاهل هو دورهم تعديل السلوك. ولكن من البدايه اذا ما انتبهت لهذا الكلام او انا بدات بالتصرفات الخاطئه منذ البدايه، هون ساعتها تعديلها لما يكبر رح يصير يكون اصعب، صعب كثير. طيب خلينا نحكي عن العمر المثالي لحتى نقول نحن بلشت تتبلور شخصيه الطفل، لازم الاهل يتدخلوا ان ارتكبوا غلط فهن مجبورين ومضطرين انهم يصلحوا هذا الغلط بتقويم شخصيه الطفل. هلا انا ايمت فينا نقول؟ هلا دائما بناء عمر، بناء يعني عمر الطفل الدقيق لبناء شخصيته هو من عمر سنه لعمر 5 سنوات. فمن عمر سنة لعمر 5 سنوات أنا لازم أبني الطفل بناء حقيقيا دقيق لأنا أقدر أحصل على، يعني أقدر أوصل فيه لشخصية متميزة، شخصية مرنة، شخصية اجتماعية لا يظهر فيها أمام المجتمع. فبهذا العمر، يعني بهذه الفترة العمرية كثير الأهل لازم ياخذوا الإجراءات الدقيقة لبناء شخصية طفلهم، لأنه بحتبين عليهم خلص أنا من عمر سنة بين علي أنه أنا ابني بده يلعب ولا لا، بيحكي ولا لا، بيشارك ولا لا. نعم. يعني هون بقى بهذا العمر أنا يبدأ الأهل بناء شخصية الطفل. طيب استاذ محمود، يعني اذا ما كانوا هن منتبهين على هي التفاصيل وكبر وهو عنده هذا الشيء او هذا الضعف بشخصيته، هو طفل حساس، شوي شوي مع الوقت رح يبلش يصطدم بالواقع المحيط مثل ما حضرتك حكيت، ما حتضل بس انه انا خايف العب او خايف اطلع، حتصير حتى خايف يمكن يتعلم او بالمدرسه ممكن يعاني من مشاكل متعدده، ويبلش الاساتذه يحسوا بهذا الشيء. شو الحل؟ شو الطريقه اللي ممكن يتم التعامل فيها مع هذا الطفل بعمر خلص هن ما قدروا يحلوها معه بعمر اصغر؟ هلا هو في صعوبه بس بنفس الوقت اكيد الحلول هي الحلول موجوده. يعني هلا نحن لازم نشتغل على شخصيه الطفل بانه نحن نعزز ثقته بنفسه. انا كيف بدي اعزز ثقه ابني بنفسه؟ بمشاركته الحوار، بمشاركته برأيه. يعني أنا اليوم خليني أنا بأي قضية موجودة في البيت، إن شاء الله بقضية إني أنا أسقي هالزريعة، نسقيها الصبح ولا المساء، نسقيها بسطل واحد ولا بسطلين، الشمس طالعة ولا الشمس غايبة، بدنا نطبخ هاي الطبخة، بدي أغسل السيارة نغسلها هلأ ولا نغسلها المساء، بدنا ندرس نطلع مشوار. تمام. لازم نبلش نحن نعمل يعني مجموعة من الإجراءات اللي هي الحوار، انك تحسسه انك انت فرد من العائله ورايك كثير مهم، مشاركته في الاعمال المنزليه او اي اعمال، انه انت يعني انت موجود وانت قادر تشتغل، وهذا الشغل لازم نحن بعد ما يشتغله ان كان ايجابا ولا سلبا، ان كان ايجابا لازم نعطيه ثناء عليه كثير مهم، وان كان سلبا لازم نحن نقول له
اوكي يعني نضوي له على الاخطاء اللي صارت، نضوي له عليها، ولكن بهذا الهدوء انه عادي وكلياتنا بنغلط، ولكن ما صار شيء بنعدل اللي انت اشتغلته منشان يصير صح. شغله كثير مهمه، الاندماج المجتمعي لما انا بطلعه معي يحضر مثلا، يحضر معنا اعداد، يطلع معنا مشاوير، يشارك برايه، والاهم من ذلك انه هو لما يشارك برايه نحن ما نستهزئ بهذا الراي. يعني هي فقره كثير مهمه لازم ينتبهوا لها الاهالي، انه نحن اوقات بدي احكي كلمه بتتمسخر عليه، تمام، هذا الشيء بيعمل عنده رد نفسي كثير كبير للطفل، لانه هو خلص يعني انا حكيت كلمه او حكيت اي راي انه يلا خلص خلص مدمر للشخصيه بالمية المية. فانا اليوم اهم شغله لازم انا انتبه لها انه انا ابني ما استهزئ باي راي من رايه، وانا اخذ رايه على محمل الجد وناقشه فيه حتى لو كان غلط، انه لا مثلا بابا احنا ما بنفضل يكون هيك، لا بنفضل يكون هيك، هلا رايك ممكن انه نحن نحطه بعين الاعتبار، ولكن يعني ممكن يكون لو عملنا شيء ثاني او لو عملنا هيك كان رح يكون افضل، انت شو رايك؟ يعني انا خففت بالنسبه لي انه من الرفض، بس بنفس الوقت شاركته انه برايي ثاني، انه شو رايك نحن لو عملنا هيك؟ تمام. اهم شيء يعني هي التفاصيل اللي احنا نتعامل معها بشخصيه الطفل. خلينا استاذ محمود نكون شوي واقعيين ونحكي اليوم عن الظروف اللي عم يكون فيها الطفل موجود، الحالة المادية الصعبة، الغزو التكنولوجي الكتير كبير، اليوم يمكن الأم أو حتى الأب بضغط هذه الحياة يمكن ما عندهم تفرغ كامل بالنسبة للطفل، يا دوب نحن نطعمي ونشرب الطفل ويلا نام لحتى يجي تاني يوم، فنحن كيف نقدر اليوم بهذا ضغط الحياة والغزو التكنولوجي نخفف شوي من آثاره السلبية؟ ما عاد في اليوم ترفيه، ما عاد في الولد ممكن نسمح له يطلع يلعب قدام البيت، مشاكل كتيرة، خوف كتير كبير على الولد، فكيف نحن بنقدر نأمن له يمكن متطلباته وحاجياته رح تنبني هي الشخصية القوية؟ لأن الطفل مثل ما بنعرف أستاذ محمود طفل بدون لعب، طفل بدون يمكن أقران، هو طفل غير سوي. صحيح. هلا يعني خلينا نبلش من النقطة السلبية اللي أنت حكيتي عليها، اللي هي يعني هي الثورة التكنولوجية اللي صارت. ليش ما نحن نستغل هي الثورة التكنولوجية من الجانب الإيجابي؟ ليش ما نحن نستغل الموبايل ونستغل الايباد لشيء ممكن يحبه هو؟ يعني اليوم انا ما في وقت مثل ما تفضلتي، الاب او الام هن عم يشتغلوا اثنيناتهم، ويمكن الاب عم يشتغل شغلين، فطبعا هن لهم دور. يعني انا كثير بقدر هاي الظروف، ولكن هن لازم يخصصوا وقت لاطفالهم ولو ساعه باليوم ساعتين باليوم للحوار للنقاش لتسمعوا، لانه اليوم مثل ما تفضلتي اليوم السوشيال ميديا، الموبايلات، التفاصيل اللي عم تكون على الموبايل، هذا الطفل اذا ما حدا هو بده يسال شو هاد، اذا ما شخص ثقه جاوبه الجواب الصحيح بالنهايه وراح يسمع الاجابه من برا، بس نحن ما بنعرف هي الاجابه هي صحيحه او لا، لانه بالنهايه وراح يسمعها من اقرانه غالبا اللي موجودين معه بالمدرسه او اللي موجودين معه بالحاره، خلينا نقول انه هو ما عم يطلع على الحاره سواء عم يطلع على المدرسه، فإن ما أخذها من الأهل رح يأخذها من أقرانه، هو أول شو أول مرة وين عم يشوفها؟ عم يشوفها من أقرانه في المدرسة، رح يرجع على البيت إن ما لقى الإجابة الصحيحة والدقيقة لهي الإجابة، فهو بالنهاية رح يسمع الإجابة اللي سمعها أصلاً من أقرانه ويتبناها. فاليوم أنا ما فيني أقول إنه الأهل معذورين، أكيد معذورين، الظروف صعبة، ولكن هذا ما بيبرر ابدا انه نحن نخصص وقت لاطفالنا يوميا ساعه ولو ساعتين للاستماع لهم، للاستماع لاسئلتهم واجابتهم عليها وباجوبه مقنعه، واذا نحن ما عندنا اجوبه مقنعه لازم اني انا اقول للطفل انه انا هلا حاليا ما عندي جواب لهذا السؤال، بس انا رح اجاوب لك عليه بكره بعد بكره، رح اسالك وجاوبك، ولا تنسى، يعني اوعك تنسى، لانه هو بالنهايه خلص هو في شيء بباله بده جواب، فلا تنسى، لا تهمل هذا الموضوع. ثاني شغله، أنا هالموبايل اللي قدامي تعال، أنا لازم يكون في عندي اطلاع ولو خفيف، أنا ما عم أقول إنه ما عم أطلب من الأهالي إنه هي تكون مطلعة ومتعمقة بمواقع تربية الطفل وكيف إني أنا أبني شخصية الطفل، ولكن يعني أولي اليوم على محرك البحث شو ما انكتبت بتلاقي، صدقا شو ما انكتبت بتلاقي، والمرجع موجود، يعني اليوم بالصفحات الموجودة عم تعرض وعم تحط المراجع هي لوين عم ترجع لهي المعلومات، خليني انا اقرا، خليني انا اطلع، خليني انا اللي افتح له هذا اللابتوب او الموبايل او الباد
انه تفرج على الشيء اللي ممكن يناسبك واعطيني رايك فيه، بجوز ما احبه. اليوم يعني الجيل مختلف عن جيل عن جيلنا عن جيل اهالينا. صحيح. طب ممكن اني انا اقول له انت شو حابب، انت شو انت وانت عم تفتش على هالموبايل او على على هالايباد، اوكي شو طلع معك؟ اللي بيطلع معك تعال خلينا نشوفه نتنور، بلكي حبينا. يعني انا اليوم ما بدي امنعه بشكل مباشر، اوعك لا تفرج لا تعمل، خليه يفرجيك هو شو عم يتفرج، وانت من بعيد اقرا ابحث انه هذا الشيء صح، هذا الشيء اللي عم بيصير اللي عم يتفرج عليه بيفيده ولا رح يضره. يعني اليوم دور الاهل هو متابعه، لازم يكون في متابعه، اذا انت اهملته فهو بالنهايه رح يروح على سايد يعني ما هو منيح. صحيح. وكمان يعني على الطرف الثاني في ناس كثير بتبالغ بانه هي تشرك الطفل بالحياه اللي هي حياه خلينا نقول الكبار، لدرجه مثلا انه هو بينسى الشغلات لازم يعملها بعمره. يعني بنلاقيه كل الوقت مع ابوه او مع امه عم بيقلدهم شو عم بيساووا، بيقعد قعدات الكبار بيحكي حكي كبار، بينسى انه هذا الوقت هو لازم يلعب فيه او لازم يمارس نشاطات معينه. اي حدا بيشوفه بيقول هذا اكبر من عمره بكثير. هل هذا الشيء صح انه انا حتى احيانا ما بينادي ابوه امه بانه بابا او ماما، بينادي باسمه فكمان هي الحاله، هل هي حاله صحيه انه معلش انا يكون رفيقي لدرجه اخفي الحدود اللي هي لازم تكون موجوده ولو بسيطه؟ هلا هي بالضروره اكيد ما انا حاله صحيه، لانه اصلا نحن من وقت ما بنزرع بالطفل انه انت صرت زلمي، لا انت ما صرت زلمي. هذا قصدي انه هو لازم يعيش عمره. انت ما صرت زلمي، لا لا ابدا. وهي مقوله كثير يعني كثير شائعه، بتلاقي الطفل صار عمره 7 سنين 8 سنين بيجي لابوه ببهدله بيقول له لا تبكي انت صرت زلمي. تماما. لا انت ما صرت زلمي ابدا ابدا ابدا، انت ما صرت زلمي، لا انت طفل وبدأ حقك تبكي ومن حقك تعبر عن الشيء اللي ضايقك. تمام. لما انا عم اقول مشاركته، لما انا حكيت انه يعني مشاركه الطفل بالاندماج المجتمعي، الاندماج المجتمعي هو انك انت تطلعه خارج نطاق المنزل ليلتقي مع اقرانه، مع اقران من عمره. تمام. انا ممكن اخذه على سبيل المثال على مدينه الملاهي، يلعب بمدينه الملاهي مع الاطفال اللي من عمره ما بيعرفهم او بيعرفهم، لانه هو ممكن يتعرض لمضايقات. المدرسه هي بحد ذاتها هي اكبر اندماج يعني اكبر اندماج للطفل، لانه هو عم يتعرف على عدد كثير كبير من الطلاب، في اللي منيح وفي السيء، وفي اللي بيخافوا منه وفي اللي بيحبوه، وفي اللي اقوى منه وفي اللي اضعف منه. فبالنهايه هذا هو هي الغايه من الاندماج. ولكن انا لما باخده على مدينه الملاهي، لما باخده على بيوت قرايبنا ومعارفنا اللي عندهم اطفال من عمرهم، فهذا هو المقصد من الاندماج، ليندمج مع اقرانه. اما اني انا قاعده مع جلسات الكبار ليسمعهم طفل مقلد شو بيسمع بيحكي، تمام، وشو بيشوفه بيتصرف، فهذا خطا كثير كبير بتخطئ الاهالي ولازم ما تعمل، لازم بسهراتنا بحفلاتنا بالشيء اللي ممكن نشوفه نحن سهرانين في ممكن تلاقي كثير شغلات مشروب ودخان واراجيل وقصص و الى اخره. هي بالنهايه ما هي شغلات ما لازم يشوفها بطريقه اعتياديه، لانه لما يشوفها اعتياديه بده يعملها وبده يطلبها. يعني انا رح يجي بوقت معين انه رح يطلب منك الارجيله، انه ليش انت ايه طب وانا لا، انت عم تقول له لا انت ما في انت ولد، طب ما انت عم تارجل، هو عم يشوفك انك عم تارجل. فلا لا تنطر منه انه هو يجي يقول لك التدخين مضر بالصحه، لا هو رح يجي يارجل يعني اكيد. اكيد اكيد. في جانب ثاني، يمكن الطفل الوحيد يلي نحن اوقات بنشوف بالبيت ما عنده اخوات، وهون يمكن في صعوبه شوي بالتعامل معه اكثر من الطفل يلي يمكن عنده اخوات. صحيح. هون بتلاقي استاذ خالد انه هو اكثر عرضه انه يكون طفل حساس او هي. لا بالضروره، يعني هي صارت عرف مجتمعي، الطفل الوحيد مجنن اهله، واذا كان في عنده اخوات بنات مجننهم، واذا كان في عنده قرايب كمان مجننهم، لانه هو صار عرف. طبعا هذا العرف هو اكيد هو عرف خاطئ، هو عرف ما انه منيح ابدا، بيضعف شخصيه الطفل، بيقلل ثقته بنفسه، بيعلمه على الانانيه، بيعلمه على التسلط ببعض الاوقات، بيعلمه على يعني كثير صفات سيئه ممكن تصير عند الطفل من افاء دلال الاهل. طبعا انا دائما بقول الاهل هن مفتاح تربيه اطفالهم وبناء شخصيه اطفالهم. الدلال الزايد ممكن يعملوا طفل حساس، وممكن يعملوا طفل سيء مؤذي متسلط. يعني دلال قلت لك له عواقب
وخيمه يعني بالحالتين. انا سويته حساس زياده لانه في بعض الاهالي ممكن تربي له شعراته وتربط له اياهم وغنج. قد ايه المشاكل التصرفات تحسها هي قاتله وبتاسس لمشاكل كثير كبيره، وشفنا كثير من الاشخاص اللي لما كبروا ولما صاروا يمكن عندهم هي المشاكل وانحرفوا بطريقه كثير بشعه من وراء يمكن طريقه الدلال، ان طولنا له شعره، شبهناه شوي بالبنات، من هون تصرف، غنجناه باسلوب بنت. قد ايه التصرفات الصغيره اللي ما بننتبه عليها بتاسس لانحراف كبير لبعدين؟ هذا تماما، هذا كلام الدقيق 100%، لانه نحن لما ما بننتبه لهي التفاصيل، لانه ممكن يكون هو وحيد مثلا ومعه بنتين، فانا تلقائيا هو قاعد مع البنات كويس، وانا ربيت له شعره مثل البنات، وصرت انا لما اخذه على السوق وجيب له اغراض مع البنات، اوكي، وحتى ببعض التفاصيل يعني نحن صرنا خلص عم ننسى هذا التفصيل. تمام. وهذا غلط كثير كبير من الاهالي. لا، لازم برجع بقول لك اندماجه مع اقرانه، دائما التعامل معه بصفته هو كطفل، ان كان ذكر ولا ان كان انثى، بدي ابني ثقته بنفسه بتصرفاته بمشاركته بحريه التعبير عن نفسه. دائما لازم ذكره بانه انت بتشتغل صح لك هذا الثناء، بتشتغل غلط لك هذا العقاب. لازم يكون دائما فكرة الثواب والعقاب لازم تكون هي فكرة موجودة. طيب استاذ محمود، قبل ما نختم، ابرز النصائح اللي بتحب تقولها لكل يلي عم بيتابعنا عن كيفية التعامل مع الطفل الحساس، ولو هيك نعمل موجز صغير من كل الحكي اللي حكيناه. صدقا انا اول شغلة لازم اقول اياها، اول شغلة بدنا ننتبه لها هي عن جد قبول الطفل الحساس، اني انا اقبل. هي اول شغلة. انا كأهل ما بدي كثير خوض بتفاصيل ابني حساس ماني عارفان شو بدي اعمل وشو بدي اتصرف معه وملبكني لا. اول شغله بدنا نتفق مع الاهالي قبول ابنك الحساس، هي اول شغله. ثاني شغله انا اعزز ثقته بنفسه وحاول اني اشتغل على بناء شخصيته، اني اقوي له شخصيته. تمام. هاي شغلات هي ما انا صعبه، هي فيني اشتغلها بالبيت باي تفصيل من التفاصيل. تمام. احترام رايه واعطيه مساحه ليعبر عن رايه، وانا بنفس الوقت يعني اشاركه ويعني احترم هذا الراي وحاول قدر المستطاع اسقل له اياه شوي. لما يبكي ما كثير انا بدي خوض بتفاصيل، لانه غالبا الطفل الحساس بيبكي كثير على اي شغله ممكن يبكي. هلا لما يبكي على طلب فانا لازم ما لبي له اياه، متفقين عليها نهائيا، لانه هو بالنهايه سيره، كل ما اي شغله بدي ابكي. لا، الحل السحري. اي تمام، الحل انسى، انا ما عم اقول لك اضربه، ما عم اقول لك عيط عليه، ولكن انا ما بلبي لك اياه. كثير مهم انه لما يبكي اسمعه، قل لي شو صاير معك، بدي هي بده غرض، انسى في شيء ممكن صاير معه، لا بسمع رايه، بحاول اني انا اناقشه فيه وحاول انه انا اوصل له المعلومه اللي بده اياها. بنفس الوقت واهم شغله هي اندماجه مع اطفاله واقرانه لتبني هي الشخصيه. اكيد بدنا نشكرك استاذ محمود الخالد على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. ان شاء الله يا رب نقدر نحن نستفيد ونبني الطفل فعلا بشخصيه سليمه. شكرا لك. شكرا لك استاذ محمود.